أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذا اللقاء الخاص. نستضيف إذن في هذا اللقاء الخاص السيد خالد البقرعي، أحد المؤسسين لشبيبة العدالة والتنمية التابع لحزب العدالة والتنمية، الحزب الحاكم في المملكة المغربية ذو التوجه الإسلامي، حاصل على الإجازة من كلية الأداب والعلوم الإنسانية من جامعة فاس، وعلى شهادة الدراسات الجامعية بكلية الحقوق بفاس أيضا. شغل السيد خالد البقرعي عديد المناصب داخل الحزب، من مسؤول إقليمي لشبيبة العدالة بفاس سنة 99-900 و1000، إلى أن عين عضوا في الأمانة العامة للحزب وكاتبا وطنيا لشبيبة العدالة والتنمية في أفريل 2013. أهلا بكم سيد بقرعي. بداية إذن سيد بقرعي، تتواجدون هذه الأيام في الجزائر كممثل عن حزب العدالة والتنمية، ممثل أيضا عن إحدى هيئاته الموازية شبيبة العدالة والتنمية. كيف تقيمون مشاركتكم في الجامعة الصيفية لحركة مجتمع السلم الجزائرية؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. في البداية أشكركم على هذه الاستضافة الكريمة، وأشكر من خلالكم الشعب الجزائري على هذه الاستضافة وعلى حفاوة الاستقبال، كما أشكر الإخوان في حركة مجتمع السلم على إتاحتهم الفرصة من أجل أن نتواصل مع أعضائها ومسؤوليها وشبابها. اسمح لي في البداية، وهو أمر أساسي عندنا في تجربة العدالة والتنمية، أن أستدرك فقط على تقديم قدمته وتفضلت به، هو أنني عينت عضوا في الأمانة العامة وكاتبا وطنيا، والحال أننا في حزب العدالة والتنمية اخترنا مسارا ديمقراطيا يكون فيه الانتخاب المباشر هو الحكم والوسيلة الوحيدة لإيصال أي مسؤول إلى موقعه المسؤولية، وبالتالي فقد انتخبت كاتبا وطنيا للشبيبة، وبهذه الصفة أنا عضو داخل الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية. حضوري هنا من أجل المشاركة والإسهام في الجامعة الصيفية لحركة مجتمع السلم، التي جعلت محورا لهذه الدورة قضية التجديد في الفكر السياسي. وكما تعلمون قضية التجديد هي قضية محورية وهامة تمتد في الزمن إلى العصور الأولى في الحضارة الإسلامية، وكل المفكرين والعلماء كانوا يثيرون هذه القضية استحضارا لمفهوم جاء به الإسلام، هو قضية التجديد على رأس كل 100 سنة. فصل فيها العلماء هل هي قضية تجديد فرد أم قضية تجديد جماعة أو تنظيم أو حزب أو سلطة أو دولة أو حاكم، هذه أمور، ولكن تبقى قضية التجديد قضية محورية. تفطن الإخوان في حركة مجتمع السلم لهذا الأمر ولهذه القضية، فكانت مساهمتي معهم في تجديد المفاهيم السياسية خصوصا لدى الشباب. الشباب هو محور عماد كل حضارة، ما دوره، ما حظه، ما موقعه، ما وضعه داخل هذه المنظومة الفكرية، هل هو حطب للتعبئة، حطب للانتخابات يتوجه إليه ويحتاج إليه كلما أردنا أن يعني ننظم انتخابات، نخطب وده بكل هذه المناسبات، أصوات انتخابية وقود كما نسميه للحملة الانتخابية، أم هو فكر متقد متوهج متمرد إبداع عنفوان حتى التمرد، هذه كلها صفات يجب أن تكون ملاصقة للشباب. وهل يمكن للشباب إن أتيحت له الفرصة أن يبدع في إطار التجديد، باعتبار الشباب ميال لأخذ كل حديث وكل مستجد؟ فهذه العلاقة يجب علينا أن نبحث عن خيط ناظم ورابط لها، لأن من شأن ذلك أن يساعدنا على الوقوف على أرضية صلبة، ونحن ننظر إلى الإصلاح ونتوخى تغيير
ما بمجتمعاتنا من وضع سيء وأن نسهم في تطويرها وتقدمها وازدهارها. نعم، وهل تعتقدون أنه مدام هذا الحديث عن الشباب، هل تعتقدون بأن الشباب في الوقت الحالي هو بالفعل يعني لديه الكلمة في أي تغيير؟ نعم، في الوقت الحالي. نعم، كان ينظر الجزائر والمغرب، يعني حتى كان ينظر، ما هي قواسم مشتركة بين الجزائر والمغرب وتونس وغيرها من البلدان العربية والإسلامية، كان ينظر إلى الشباب نظرة سلبية، نظرة سيئة، خصوصا مع السرعة في قضية التعاطي مع هذه المستجدات التكنولوجية الحديثة وتطور وسائط الاتصال، وكنا نعتقد أن الشباب سلبي وهو عازف عن الفعل السياسي، لا أثر لا وجود له، من جهة هو مهمش بفعل السياسات القائمة لدى عدد من الحكومات، وبفعل ذاتي موضوعي هو لا يتدخل ولا يندمج بإرادة، هذا ما كنا نتوهم. لكن جاءت رياح التغيير في بدايتها، أقول في بدايتها لا تهمني المآلات، ولكن في بدايتها رياح التغيير والثورات العربية التي تمت كان عمادها الأساس هو الشباب. وأنا أقول حينما يقرر الشاب بمحض إرادته دون أن يقرر له غيره وتكون له الإرادة والعزيمة، فأعتقد أن كل الصعاب تذلل أمامه ويصل إلى مبتغاه ويصل إلى ما يريده. تفاجأنا بأن هذا الشباب هو شباب واعي، يمكنه أن ينجز حدثا، يمكنه أن حتى يغير نظاما كما حصل في تونس وكما حصل في مصر. دخلت عوامل أخرى على أي حال لكي يكون الارتداد على هذه الثورات التي حصلت وهي ثورات الشباب، ولكن قوة الشباب لا يجب أن يستهان بها، إنهم مشاء إن جعل على الهامش، فهذا الأمر لا أعتقد أنه سيدوم طويلا، بل الشاب دائما يبحث لنفسه عن مكانة تليق به ويستحقها، وسيجد لها الطريق كيفما كان، كالماء يعني الذي ينساب حينما تحاصره من أي جهة كانت، يجد منفذا له لكي يخرج. أنتم تتحدثون عن وعي لدى الشباب، لكن ألا تعتقدون بأن هناك تناقض في هذا الأمر؟ هناك وعي للشباب وفي نفس الوقت هناك عدم، وكأنه عدم رغبة للشباب في إحداث تغيير. لا، أنا قلت لك بأن هناك رغبة، هناك إرادات كانت تريد أن تزيح الشباب من المشهد، كانت منهج إقصائي، الشباب ينظر إليه بطريقة سلبية، غير ناضج، متهور، متنطع، متحمس، حماس زائد عن اللزوم، لا يقدر المصلحة أين هي، تنقصه الحكمة، يعوزه بعد النظر، هذه كلها مرادفات كانت تستدعى حينما يراد أن يحاصر الشباب. ولكن في الحضارات، أقول في الحضارات، انظروا إلى من هم قريبون منا، أوروبا، ما موقع الشباب فيها وكيف تتاح لهم الفرصة وكيف يتولون المسؤولية وتعطى لهم الفرصة من أجل إثبات ذاتهم. دائما لا نقول بأن الحرية هي حرية مطلقة أن يفعل الإنسان ما يريد، نقول الحرية من أجل الإبداع ضدا على الحجر والوصاية، ولكن مع استحضار المسؤولية. شاب عنده 24 سنة أو 26 سنة أو 30 سنة أو حتى ما بين 30 و40، لا أعتقد أن هذا تنقصه الحكمة اللازمة لإدارة أي أمر. وبالتالي قلت هذه السياسات البائسة التي هي في أساسها وفي عمقها محاولة لتحييده عن المشهد من أجل أن يستمر الوضع الذي تعيشه المجتمعات على ما هي عليه، لكي يستديم الفساد ويستديم الاستبداد إلى ما لا نهاية، لأنه إذا تيقظ الشاب وإذا تنبه فلا أعتقد أنه سيوقفه أي حاجز لكي يلبي رغباته وطموحاته. نبقى دائما بالحديث أو نتحدث عن دور الشباب وأهمية الشباب في المجتمعات في المنطقة المغربية، يعني بغض النظر عن التطورات الحاصلة في تونس مثلا وفي ليبيا، بالرغم من وعي الشباب الذي تحدثت عنه، إلا أنه
نجد مثلا هناك نسبة كبيرة أو ارتفاع الهجرة غير الشرعية المعروفة عندنا بالحرقة نحو أوروبا، هناك أيضا ارتفاع نسبة هجرة الأدمغة يعني من الجزائر والمغرب تحديدا، يعني أصبحت وقود للتطور الأوروبي والأمريكي والغربي بصفة عامة. شوف، هذا دليل على أن الشباب إذا أراد شيئا أن يصل إليه فلا يمكن أن توقفه لا البحار ولا الجبال ولا العقبات. يعني الشاب اتجه من هو حينما الشاب اتجه من ضرورة إغياء إحداث التغيير العام إلى إحداث التغيير الخاص. صحيح، هو حينما حوصر الشباب بفعل سياسات معينة لم تكن تستهدف إدماجه إدماجا حقيقيا، لم تكن هذه السياسة تستهدفه في أن يجد منصب شغل يليق به، كرامة يحفظ بها كرامته ويصونها كباقي خلق الله، يريد أن يؤسس بيتا وأن يجد لقمة للعيش كريمة. بفعل هذه السياسات، بفعل الحصار، بفعل الفساد الذي استشرى في عدد من الإدارات ومن الحكومات، جعل هذا يعني هذا الأمر جعل الشباب يبحث عن الخلاص الفردي، يبحث عن الخلاص الفردي. ليس كل الشباب طبعا، ولكن نسبة معتبرة ومهمة من الشباب تبحث عن الخلاص الفردي دون أن ينظر إلى تغيير ما بالمجتمع، لأن الأصل هو هذا، هو أن ينخرط في ديناميات إصلاح المجتمع. إذن أين الحديث عن وعي الشباب؟ ألا يخدم هذا مصلحة هذه الحكومات أو مصلحة هذه السياسات؟ صحيح، هذه سياسات متعاقبة، ولكن أنا أقول لك ما نسبة الآن تطلع إلى الذهاب إلى الضفة الأخرى. أنا أقول بالنسبة إلى المغرب لم يعد الحديث مجديا الآن ولا رائجا في وسائل الإعلام عن القوارب الموت التي كانت في التسعينات، هذا الأمر لم يعد، لكن لازالت لحد الآن نسبة قليلة. إن كان ذلك حدث فنجد المهاجرين الأفارقة هم اللي يعني الآن الذين يهاجرون بشكل كبير. لكن إذا رأينا وسائل الإعلام الإسبانية تتحدث عن عدد هائل من المتواجدين، هذو المتواجدين المغاربة والجزائريين، هذو المتواجدين الآن. الآن أوروبا لم تعد جنة تغري الشباب لا في الجزائر ولا في المغرب. الآن حتى الأوضاع الاجتماعية وحتى صعوبة التأقلم وحتى ما كان متاحا من ناحية الاجتماعية من ظروف شغل ومن ظروف تعطى لكل وافد جديد الآن لم تعد متاحة. الآن الشباب الموجود في أوروبا هو شباب عاطل، وبالتالي الشباب المغاربي أصبح يبحث عن بدائل، يريد الآن أن يعوض هذا الحلم بشيء يحققه على أرض الواقع. قلت هذا الأمر كان واقعا في سنوات التسعينات وحتى في بداية القرن 21، كان الشاب يبحث عن الخلاص الفردي، وهذا أمر طبيعي بفعل هذه السياسات العوجاء، بهذه السياسات العرجاء التي كانت تريد أن تديم الوضع كما قلت على ما هو عليه، كانت تجعل الشباب دائما يفكر إما في الانتقال إلى الضفة الأخرى والعيش فيها ويحلم بسيارة وبشغل قار وباسترجاع كرامته، أو جزء منه يتوجه إلى تعاطي المخدرات وإلى نسيان هذه الهموم وهذه الأوضاع بطريقته الخاصة. ولكن لا يمكن أن نغيب أن كانت هناك حركات شبابية داخل الجامعة وداخل المؤسسات التعليمية استطاعت أن يعني تؤثر في المشهد الشبابي وأن تنتج لنا خيرة الشباب التواق والطموح لأن يرى مغربا فيه الكرامة وجزائرا فيها العدالة وليبيا فيها الحرية، بمعنى هذه البلدان وغيرها من البلدان العربية والإسلامية، لأننا نتشابه في عدد من الأمور. يعني هذا قاعدته بدأت تتوسع، هؤلاء الشباب المهتمون والمنخرطون والمندمجون في دينامية الإصلاح بدأت قاعدته تتسع، على الأقل أنا أقول لك من منطلقي التجربة في المغرب، وعندنا محطات كنا ننزل فيها إلى الشباب المغربي من أجل أن نتواصل معه ونستمع إلى نبضه ونستمع إلى همومه ومشاكله ونستمع حتى إلى اقتراحاته، فإذا بنا نفاجأ بأن الصورة النمطية التي كانت مرسومة على الشباب في أذهان الناس هي غيرها تلك التي نجدها في الواقع. إذا ما قررنا
هذا الأمر مع المؤشرات الاقتصادية التي تطرحها الهيئات العالمية، نلاحظ أن دول المغرب العربي لازالت في المراتب المتأخرة في الحكم الراشد، المراتب أيضا متأخرة في الفساد، في الرشوة، في ارتفاع نسبة الفقر. لا، ولكن هذا الواقع هل يجب أن نسلم به هكذا؟ لا يجب أن نسلم، لا يبقى واقع. على الشباب أن ينخرط في ديناميات الإصلاح كما أشرت إلى ذلك، لأن وصف الواقع لن تكفينا فيه اللقاءات الطوال، ولا حتى إذا أردنا أن ننظم فيه الأشعار وأن يعني نقيم له المآدب الثقافية، يعني لن تعوزنا فيه الكلمة. ولكن ما هو أثرنا في الواقع؟ طيب، علينا أن نوقد الشموع بدلا من أن نسب الظلام وأن نلعنه، لأن تواجدي داخل بيئة معينة ويجب أن يكون تواجد من أجل إقامة المصلحة ومن أجل إبعاد المفاسد. والمنطق السليم يقتضي أنني إذا كنت متواجدا في مكان وفي مركز معين، إذا استطعت أن أقلص من نسبة الفساد ب 10% إلى 20% فأنا رابح. لأن لا يمكن أن نتصور، والحال الذي أصبحنا عليه جاء نتاجا لسياسات تعاقبت على مر عقود من الزمان، وتعاقبت عليه حكومات وإدارات ومسؤولين ووزراء و و و و وحتى مسؤولية الشباب فيه حاضرة، وحتى مسؤولية الشعب العازف في بعض اللحظات عن 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 السياسة وعن ممارسة السياسة، والذي يسلم مصيره ومصلحته ووطنه إلى غيره يفعل فيها ما يشاء. فأعتقد أن الحال هكذا لا يمكن أن نتصور أن الإصلاح والبناء سيأتي بين عشية وضحى بمجرد أن أقتنع، بمجرد أن أنخرط. فلا يجب أن أتوهم أن ستسوى لي الطريق وستعبد أمامي من أجل أن تنصرح الأوضاع. السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة، ولا يمكن أن نتصور أننا سنصبح في صبيحة يوم ما والأوضاع قد تغيرت لنفسها رأسا على عقب، دون ذلك متاعب كثيرة وانخراط ومحاولات وتيئيس من بعض الجهات التي تريد أن تبقى الوضعية على ما هي عليه. الحديث في هذا الموضوع يحتاج يعني إلى ساعات وساعات، وأعتقد أن فيه الفعل أجدى وأفضل من الحديث إن شاء الله. ما رأيك أن ننتقل إلى المحور الثاني في هذا اللقاء الخاص؟ دعنا نتحدث قليلا عن العلاقات الجزائرية المغربية، بما أنكم هنا في الجزائر، يعني في اعتقادكم إلى أي مدى يمكن لهذه الزيارات المتبادلة بين الأحزاب الجزائرية والمغربية لتقليل من حدة التوتر الحاصل بين الجزائر والرباط، خاصة وأنكم تعتبرون ممثلا عن الحزب الحاكم في المغرب؟ طيب، نحن لسنا حزبا حاكما في المغرب بالمناسبة، لكن حزب الأغلبية وهو الذي يترأس الحكومة. وهذا هو التعبير الصحيح، الحزب الذي يترأس الحكومة، لأن احنا المنظومة السياسية عندنا لا تتيح لك أن يكون الحزب فيها الذي حصل على أغلبية المقاعد، حتى إن كانت أغلبية مطلقة، أن تصير حزبا حاكما. أنت حزب ترأس الحكومة مع باقي الشركاء السياسيين. العلاقات المغربية، بالرجوع إليها، المغربية الجزائرية، وقدرنا تاريخيا وجغرافيا وثقافيا أن نلتقي وأن نتعاون. هذه الزيارات من شأنها أن تذيب جليد برود العلاقات التي تكون في بعض اللحظات، وتكثيفها من شأنه أن يزيل سوء الفهم الذي يحصل في كثير من المحطات. ويجب علينا أن نبعد لغة المجاملة وأن نسمي الأمور بأسمائها. يجب أن نجلس معا على الطاولة مسؤولين سياسيين من أجل أن ندبر الخلافات بيننا. إن لم نصل إلى حل فلا يجب أن تكون تلك نهاية الدنيا. نحن عندنا قواعد يجب أن نحتكم إليها، أن نتعاون فيما اختلفنا، فيما اتفقنا فيه، وأن نوسع دائرة الاتفاق، وأن لا أقول أن يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، ولكن كما قال الدكتور أحمد الريسوني أن يستمر حوارنا لكي نقارب في وجهات نظر بيننا حول ما
تم الاختلاف فيه. نحن كما قلت شعب واحد، تاريخ مشترك، ثقافة مشتركة، عائلات مشتركة بين الجزائر وبين المغرب. ما ذنب هذه العائلات أن تتفرق وأن تجد صعوبات في الالتقاء؟ بمعنى الشعوب لها تطلعات في التفاهم، حتى في الوحدة، في حتى ثقافتنا ثقافة مشتركة، حتى لغتنا ولهجتنا لهجة مشتركة. أن إن أتيحت لنا الفرصة لكي نتكلم الآن بالدارجة العامية للجزائر وللمغرب، فأعتقد أننا سنتفاهم إلى حوالي 95. إذا ما قررنا هذا الحراك 95% الحراك الحزبي المتبادل بين الجزائر والمغرب بالمقارنة، يعني ما سنوات سابقة في الستينات والسبعينات والثمانينات، يعني كانت تمارس ضغوط من الدولتين على الأحزاب للتقليل من هذه الزيارات، لكن في وقتنا الحالي يعني هناك انفتاح، كانت تمارس ضغوط من قبل النظامين الجزائري والمغربي. لا، والإيجابي أننا احنا ما كناش في الستينات والسبعينات ولم تمارس علينا أي ضغوط على الأحزاب، يعني على الأحزاب لعدم القيام بمثل هذه الزيارات. لا، لكن ما عنديش معطيات لكي أسلم لك بهذا الأمر. لا، هي موجودة، يعني كانت موجودة. لا، معطيات لدي. هناك يعني تسهيل يعني في هذا الأمر. يعني هل يمكن الحديث في هذا الإطار عن دبلوماسية حزبية غير معلنة بين الجزائر والمغرب، في غياب أنواع دبلوماسيات أخرى كالدبلوماسية البرلمانية، حتى الدبلوماسية الإعلامية يعني غائبة نهائيا، والدبلوماسية البرلمانية ولا حرج؟ يعني أنا ما أجزم لك بالقول به، هو أننا كحزب سياسي بدأ الممارسة السياسية الفعلية في أواسط التسعينات من القرن الماضي، وكانت لنا إسهامات مع الإخوان في حركة مجتمع السن في عدد من المحطات وغيرها من الأحزاب السياسية، ونستدعيها وندعوها بكل مناسبة تلبي الدعوة فيها بشكل طبيعي. لم نلمس ولم نشعر ولم نحس في أي لحظة من اللحظات بأن هناك ضغط متوجه إلينا بأن نقل أو ألا نفعل علاقاتنا مع الأحزاب السياسية الجزائرية. وقلت لك يعني هذا الأمر هذا في الستينات والسبعينات لا معطيات لدي، وإن كنت من الجانب المغربي أشك في أن يكون هذا الأمر. المهم، المعطيات غير متوافرة لدي. هذا أمر إيجابي جدا، أمر إيجابي. قلتم يعني في غياب دبلوماسية حزبية، قلتم في غياب قلتم لا، هي دبلوماسية حزبية الآن، هو تعاون، هو حزب العدالة والتنمية الآن، هو حزب يشكل الحكومة المغربية، يشكل الحكومة، هو تعاون بين أحزاب مغربية وأحزاب جزائرية. نتمنى أن تتسع دائرة هذا التعاون ما بين الأحزاب التي تتشابه فيما بعضها فيما بينها. مثلا نحن مع التيارات أو الأحزاب ذات المرجعية الإسلامية، وإن كنا لا نجد غضاضة ولا حرجا في أن نعقد اتفاقات شراكة والتوأمة وحتى اتفاقات تعاون مع مختلف الأحزاب السياسية الأخرى، حتى ليبرالية أو ذات توجه. في هذا الإطار هناك من يتساءل، سيد القربوعي، هناك من يتساءل يقول ما الفائدة من اتفاق حزب العدالة والتنمية المغربي مع حركة مجتمع السلم في الجزائر على قضايا عربية إسلامية دولية، وعدم الاتفاق مثلا أو عدم وجود فائدة من هذا الاتفاق في إزالة الخلاف بين الجزائر والمغرب؟ ومن قال لك هذا؟ وهل من ملموس؟ ما هو الملموس؟ لا، الملموس سيأتي مع الزمن، مع الوقت. أنا أعتقد هذا العلاقات، لا أقول التطبيع، ولكن هذه العلاقات التي أصبحت الآن تتولد من خلالها لقاءات مشتركة، آفاق مشتركة، أفكار مشتركة، أعتقد الزمن كفيل بتطويرها وبتوسيع دائرة المشترك. وقلت لك نحن نتعاون فيما نتفق فيه، أما المختلف فيه فيجب أن يستمر حوارنا وحوار الأحزاب التي تشبه أحزابنا الاشتراكية وأحزابنا اليمينية معكم في الجزائر ذات توجه اليميني وذات توجه اليساري، وكذلك حتى الجمعيات الثقافية وجمعيات المجتمع المدني، بل حتى البعثات الرياضية يجب أن نتبادلها فيما بيننا، كانت رسمية أو غير رسمية. ولا أعتقد أن هناك إرادة للحد من هذه الزيارة، بل حتى الزيارات الشعبية. وأنا لا أخفيك سرا، أنا مسرور بأنني حينما كنت سآتي إلى الجزائر، الإخوان الذين تكلفوا بالحجز
في الطائرة، لم يجدوا مكانا في الطائرة إلا بعد معاناة كبيرة، لا في 23 ولا قبل 23 غشت، ولا في 24 ولا في 25 بمعنى، ولا في الأيام التي عقدنا فيها الملتقى نحن الوطني للشبيبة في الشهر المنصرم، استطعنا أن نستقبل الإخوان بشق الأنفس. هذا دليل على أن الزيارات المتبادلة هي زيارات قوية وكثيفة لم تكن في السابق، وأعتقد أن هذا مؤشر إيجابي. ولا استقبال الجزائر لعدد من اليد العاملة والصناع والحرفيين داخل الجزائر، هذا أمر إيجابي، سنترك له الزمان لكي يقرب بين وجهات نظر بين هذين الشعبين الشقيقين. في رأيكم يعني ماذا يمكن أن تقدمه الأحزاب الناشطة مغاربيا بغض النظر عن توجهها لأحزاب الأحزاب الناشطة يعني الأحزاب كل الأحزاب الناشطة مغاربيا بغض النظر يعني عن توجهها إسلامي أو علماني أو مهما كان في إعادة تفعيل اتحاد المغرب العربي؟ هو بالمناسبة الأحزاب السياسية يجب أن يعني تجعل مساحة الاتفاق فيما بينها متسع. أنا أصبحت لدينا حساسية لأننا في إطار التجديد، في إطار المواكبة، وفي إطار المراجعة، قضية هذا الحزب الإسلامي وهذا الحزب الليبرالي وهذا الحزب يجب أن تكون جميع الأحزاب ديمقراطية وأن تتفق على معالم وعلى منهج تختلف فيه الحساسية وتختلف فقط فيه المرجعيات والبرامج لكي نصير كتلة واحدة، لكي يكون التواجد داخل المشهد السياسي وتواجد التعاون، وحتى الاختلاف يكون فيه اختلاف الرحمة واختلاف التنوع الذي يفيد بلداننا. عفواً سؤال؟ السؤال عن الاتحاد المغرب العربي. اتحاد المغرب العربي من إعادة تفعيل. هذا حلم الأحزاب. الأحزاب يجب أن تجعل هذه من سنة 1989 بالرغم من التغييرات الموجودة في بالرغم من كل التغييرات الموجودة في كل دولة مغاربية إلا أنه الموضوع اتحاد المغرب العربي بقي الحلم الوحيد الذي لم يجسد هو يعني. والإيجابي أنه بقي حلم ولم يقضى على حتى هذا الحلم. إن قضي على هذا الحلم لم يكن متاحا لكي نتحدث عن الآفاق وإمكانية إحيائه وإمكانية بعثه وإمكانية تفعيل هذا الإطار الذي في الوقت الذي نرى فيه الأمم الأخرى تتكتل وتتوحد أصبحت قوة يعني اقتصادية. كل الأمم تتوجه إلى صحيح التكتل. صحيح. في المغرب العربي بدل الاتجاه نحو التكتل نلاحظ أنه تتجه نحو التنكيل ببعضها البعض. وهذا للأسف الشديد. لدرجة هناك من يتهم أحزاب، من يتهم كل الأحزاب والجمعيات المغاربية بأنها لا تختلف عن الأنظمة وأنها تكتفي بالشعارات بدل أن تضغط على حكومتها باتجاه إعادة تفعيل المغرب العربي من خلال تحسين العلاقات. من خلال قناتكم المحترمة نوجه دعوة إلى كافة الأحزاب السياسية، إن لم تكن هذه الأحزاب السياسية مستعدة، أنا ككاتب وطني لشبيبة أوجه الدعوة للمنظمات الشبابية من أجل أن نجلس ونفكر تفكيرا حقيقيا في كيفية بناء هذا الاتحاد المغاربي إن لم يكن بالشكل الرسمي. وكانت لنا محاولات تقريبا سنة 2011 سنة 2012 باجتماع عدد من الحساسيات السياسية في تونس وفي موريتانيا من أجل إنشاء اتحاد مغاربي شبابي موازي يلبي طموح. إلى أي مدى يمكن لهذا الاتحاد الشبابي، لهذه الإرادة الشبابية أن تكسر هذه الإرادة السياسية في تجميد المغرب؟ أول الغيث قطر فينهمر، لا تأتي. إحنا في المغاربة نقولوا ما تجي مرة واحدة غير الموت. ما يمكنش نأسس تنظيم الآن أو تكون عندنا ورقة إطار نتفاهموا عليها وأن يكون الاتحاد غدا
تم بناؤه وتمت الاستجابة لمطالب الشباب فيه، هذا يجب أن نتحلى بالصبر وأن يكون لنا النفس الطويل وأن لا نيأس وأن نبعد مساحات الخلاف بيننا وأن نطور فيها النقاش وأن لا تكون فيها المقولات جاهزة والأفكار جاهزة، بل يجب أن يكون كل شيء متاح للنقاش إذا كانت لدينا الرغبة حقيقة. وأنا أعتقد أن هذا أمل حتى الشباب المغاربي في أن يرى اتحادا مغاربيا قويا من الناحية الاقتصادية، من الناحية السياسية، من الناحية المالية، والحدود فيه تذهب فيها من أقصى مدينة إلى أدنى مدينة في كافة هذه البلدان، وأن يكون التجول فيها بكل حرية، وأن لا تشعر كما أشعر الآن حينما انتقلت من الدار البيضاء إلى الجزائر أن هناك فرق بين الجزائري والمغربي، أن يكون هذا الأمر متاحا لجميع المغاربة، لجميع الجزائريين، لجميع التونسيين، لجميع الليبيين، لجميع الموريتانيين. لكن لا تعتقدون بأن هذه آليات الإرادة الشبابية أو الإرادة الشبابية بحاجة إلى آليات، يعني نستطيع أن نقول أنها بديهية من بين هذه الآليات الاعتماد على وسائل الإعلام في البلدين، لكن في المقابل نرى مثلا في حملة مثلا مغربية في وسائل بعض وسائل الإعلام المغربية ضد الجزائر، يعني في كل شيء هذا لا يساهم في، وبالمقابل أيضا في وسائل بعض وسائل الإعلام الجزائرية، لكن هذا لا يساهم. أين دور الشباب؟ أين دور الشباب؟ أين دور الشباب في؟ شوف هذه قضية حساسة. هذه القضية قضية حساسة جدا. هذه قضية حساسة. أنا لا أريد أن أفصل فيها. لأن الأمر لا أعتقد أنه سيكون فيها فائدة. تعالوا لنطوي صفحات الخلاف أو على الأقل أن نؤجلها. وألا نجعل قدرنا الآن مواقع التواصل الاجتماعي الإلكتروني لديها قوة رهيبة، يعني هي مواقع التواصل الاجتماعي بالحديث عن ثورة الربيع العربي هي كانت وراء يعني انتشار الوعي كما قلتم لدى الشباب التونسي والشباب العربي، يعني هناك مواقع تواصل اجتماعي شبابية في الجزائر والمغرب، لماذا لا تستغل مثلا في كاين مواقع تواصل اجتماعية تستغل في هذا الإطار؟ لماذا ننظر إلى النصف الفارغ من الكأس؟ لماذا ننظر إلى المواقع الإلكترونية التي يمكن لأي شخص أن يجعل موقعا إلكترونيا وأن يقول فيه فيه ما شاء ومتى شاء يقول فيه أي موقف، ثم نأتي ونبني على أن وسائل الإعلام تهاجم البلد الفلاني، وبالمقابل تكون ردود الفعل تكون ردود الفعل سلبية من الجانب الآخر. نعم لدينا موقع التواصل الاجتماعي ولا لا نتحدث موقع التواصل الاجتماعي يقرب أكثر بين الشعبين، بين شباب البلدين. دعوتنا للشباب الجزائري وأن نجعل لهم منصة في ملتقى في 3000 شاب وشابة، الموقع شاب وشابة من أجل أن يخاطبوا المغاربة، لا يوجد فيه هذا الأمر، ولن تجد فيه ما يمكن أن يسيء إلى الجزائر. لا لا يسيء إلى الجزائر، لكن لا يقرب بين الجزائر. لا ماذا يمكن أن تجد؟ هي بمناسبة مثلا زيارة الإخوان، أنت الآن تحدثت سيد قربوعي عن ضرورة وجود إرادة شبابية لتقريب بين البلدين، لكن في المقابل كتطبيق أو كفعل من شبيبة العدالة والتنمية الأمر غير موجود، يعني في الواقع. أنا أقول لك واش تحكم على، وكأنه هذا الكلام يقال في الملتقيات، يقال تحكم في على الشبيبة من خلال عدم وجود ألا يعني أنكم اصطدمتم بإرادة سياسية معينة؟ لا لم نصطدم بأي إرادة سياسية، ولا حدود لنا في أن نتواصل مع الشباب. السنة الماضية أقول لك واسمعني جيدا، أقول لك بأن السنة الماضية في الملتقى كانت لنا مبادرة من أجل أن نوقع على ميثاق يجمع عدد من التنظيمات الشبابية المغاربة. أقول لك أكثر من ذلك، نحرص حرصا شديدا أن يكون البعد المغاربي حاضر. لا يمكنك أن تحكم على عدم وجود قضية من القضايا في صفحتنا في الفيسبوك أو في موقعنا الإلكتروني. إن تصفحت أكيد ستجد ما يفيد هذا الأمر دعواتنا، ولكن لا يمكنك أن تجد كل يوم.
لأن هذا متوجه به إلى الشباب المغربي ونعالج به قضايا الشباب المغربي حينما تتاح لنا الفرصة من أجل أن نثير هذا الموضوع أو هذه المواضيع أن نثيرها بما يليق بها من مقام ومن مكانة ومن احترام بدون وجود أي طابوهات ولا أي خلفيات ولا أي توجيه من أي طرف كان ولا بأي ضغط من أن نوقف أي تعاون أو أي تعامل مع أي جهة كانت في أي مكان كان. على الإطلاق هذا الأمر نتصرف فيه لأننا نملك قرارنا ونتصرف فيه بما تمليه علينا مصلحة بلدنا وأمتنا وبلداننا المغاربية. ننتقل سيد بقرعي، ننتقل مشاهدينا الكرام للحديث عن الوضع السياسي في المغرب، خاصة بعد ترأس حزب العدالة والتنمية للحكومة وحصوله على الأغلبية البرلمانية التي مكنتها من تشكيل هذه الحكومة، لكن بعد هذا الفصل. أهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد، أهلا بك سيد بقرعي من جديد. نتحدث إذن عن ننتقل إلى الوضع السياسي في المغرب، كيف تقيمون هذا الوضع السياسي في المغرب بعد حصول حزب العدالة والتنمية على الأغلبية التي مكنتها من تشكيل هذه الحكومة؟ ما هو الوضع السياسي في المغرب الآن؟ جاء بعد الحراك الشبابي وبعد انتخابات 2011، وقبل انتخابات 2011 كان الخطاب الملكي لتسعود مارس مستجيبا لتطلعات وطموح الشباب المغربي، وأنجز إصلاحات مهمة خصوصا دستور فاتح يوليوز 2011 الذي انتقل به المغرب إلى محطة جديدة وإلى مرحلة جديدة أجريت على إثره انتخابات بوأت حزب العدالة والتنمية لأول مرة المكانة الأولى، ولأول مرة بحجم المقاعد يحصل عليها أي حزب سياسي. حصلنا على 107 مقاعد، وكان تكليف الأستاذ عبد الإله بن كيران رئيس يعني أمين عام حزب العدالة والتنمية من طرف جلالة الملك رئيسا لحكومة المملكة المغربية بتحالف طبعا بعد ذلك مع ثلاث أحزاب سياسية أخرى، لأن لم نحصل على الأغلبية المطلقة، وأعتقد أن حتى إذا كان مقدرا لنا أن نحصل على أغلبية مطلقة لم يكن بمقدورنا، حيث ننهج نهج التدرج والتعاون والتشارك مع كل الفاعلين السياسيين أن, 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 أن نشكل الحكومة لوحدنا. كنا سنذهب حتى في هذه الحالة إلى أن نشكل حكومة مع حلفاء آخرين لكي نضمن الاستقرار واستمرار الاستقرار والتوازن في البلد. بعد هذه الحكومة جاءت بعد أن أمل عليها الشعب المغربي الشيء الكثير، وكان طموحه في أن يرى حكومة انتخبها بنفسه وأصواته لم تذهب هدرا. جاءت هذه الحكومة بقيادة الأستاذ عبد الإله بن كيران بتحالف مع الأحزاب السياسية المشكلة لها، قدمت تصريحا حكوميا أو برنامجا حكوميا للبرلمان المغربي حاز على ثقته. بعد ذلك باشرت الانخراط في عدد من أوراش الإصلاح المهمة جدا، كان فيها ما هو متوجه إلى ضبط التوازنات الكبرى في الميزانية العامة، ومنها ما هو متوجه إلى الفئات الهشة والضعيفة التي لم تنل حظها في السابق من عائد الثروة الوطنية ولم يكن لها حظ من أن تستفيد من عدد من الأمور، فكان الذهاب في هذين الاتجاهين كان من أهم الإصلاحات التي باشرتها الحكومة مجتمعة بكافة أطيافها. هي صندوق المقاصة، يمكن أن نجد شبيها له عندكم، يعني صندوق الذي تدعم فيه المواد الأساسية ويستفيد منها كافة الشرائح وكافة الطبقات الاجتماعية، فكان هذا يلتهم نسبة مهمة جدا وكبرى من ميزانية الدولة، ولكن انتبهت الحكومة إلى أن هذا الأمر نعم تستفيد منه الطبقات الضعيفة، ولكن المخصصات المرصودة له تذهب في يعني حقيقة في اتجاه الشركات الكبرى، لأنها تستفيد من نفس ما يستفيد منه الإنسان الضعيف المتوسط الدخل أو المنعدم
الدخل، فكان التوجه نحو إقرار تحرير أسعار المحروقات مثلا، ومر الأمر بسلاسة، وكان فيه توضيح للأخ رئيس الحكومة في تواصل الله مع المواطنين المغاربة بشكل مباشر في الإعلام الرسمي العمومي، تفهم المواطن المغربي هذه هذا التحرير، لأن تكلفة هذا التحرير كانت زيادة في أثمنة المحروقات، ولكن كانت زيادة خفيفة، بعدها تم اعتماد نظام المقايسة لكي يتم ضبط هذه الأسعار، والحمد لله الأمر الآن ذهب في اتجاه خفض المخصصات ديال صندوق المقاصة من حوالي 56 مليار درهم إلى حوالي 23 مليار درهم في سنة 2013، مع العلم أن هذه المخصصات الأخرى يجب أن تذهب في اتجاهات أخرى، في التشغيل، في تعزيز البنيات التحتية. يكفي أن أشير أن مليار درهم يمكنه أن يشيد لك مركز استشفائي جامعي. تخيل كم ربحنا أو كم ربحت هذه الحكومة وكم أدخلت لخزينة الدولة من إمكانيات. ثم هناك مثلا ما سميناه بال يعني استرجاع الأموال التي كانت خارجة من المغرب، وهذه وقعت فيها كما يقول الأخ رئيس الحكومة معجزة كبرى، كانت توقعات تذهب في اتجاه 4 ملايير درهم هي التي سيتم إدخالها واسترجاعها إلى المغرب، فإذا بها تصل إلى حوالي 28 مليار درهم. ثم هناك بالموازاة إجراءات ذات طابع اجتماعي، الحكومة ليست لوحدها مسؤولة عن هذه الإجراءات، ولكن الدولة المغربية بعموم مكوناتها انخرطت في هذا الأمر. وأول نموذج أعطيك مثالا أن منحة الطلبة لم تعرف تغييرا منذ 1975، وأنا حينما كنت طالبا يا ما نادينا بضرورة الزيادة في قيمة المنحة وخضنا اعتصامات وإضرابات وحوارات ولقاءات، ولكنها لم تتحرك من مكان. من 1975 إلى سنة 2012 قرر الأخ رئيس الحكومة أن يزيد في قيمة المنحة بحوالي الثلث، تقريبا ثلث القيمة الإجمالية. ثم هناك عدد يعني من الإجراءات الأخرى. سيد رئيس الحكومة المغربية سيد عبد الإله بن كيران، هل يطبق يعني برنامج حزب العدالة والتنمية الذي فاز على أساسه بالانتخابات وبالأغلبية، أم يطبق برنامج العاهل المغربي؟ هو ليس مطلوبا منه أن يطبق برنامج حزب العدالة والتنمية، هو يطبق البرنامج الحكومي. كيف غير مطلوب؟ لا، نحن في تحالف حكومي، نحن في تحالف حكم مع ثلاثة أحزاب سياسية أخرى. لكن حزب العدالة والتنمية طرح برنامج سياسي واقتصادي واجتماعي على الشعب المغربي. طيب خُمِل من خلاله به لتشكيل هذه الحكومة. طيب والأحزاب السياسية الأخرى المشكلة للحكومة خاضت انتخابات ببرنامج سياسي، ببرنامج انتخابي آخر كانت ضمنته مجموعة من الأمور. أين ستجد نفسها؟ هل ستكمل لك فقط هي مجرد تكملة، أم يجب أن تجد نفسها وأن تجد جزءا من برنامجها وأن تجد ذاتها في شيء يمكنها أن تستمر معك في هذه الحكومة؟ وإلا أنا قلت لك إذا كان قدرنا الذي لم يقع أن نحصل على أغلبية المقاعد لم نكن لنذهب إلى تشكيل الحكومة لوحدنا، كنا سنبحث عن حلفاء، لأن قضية التشارك قضية أساسية. أن تتنازل عن جزء مما خضت به الانتخابات ومما كنت تقول أن هذا هو المنطلق الذي أنطلق به في حملتي الانتخابية، أن تتنازل لصالح الحلفاء. وأعتقد أن حتى إدخال نقاط من مما تضمنتهم برامجهم الانتخابية سيكون في صالح المغرب. أقول أن البرنامج الذي يطبق هو البرنامج الذي تقدم به صاغته الحكومة كمشروع بكل مكوناته، ثم تقدمت به إلى مجلس النواب ليحوز ثقة البرلمان، بعد ذلك شرعوا في تطبيقه. لكن فيما يتعلق بسياسات حزب العدالة والتنمية هناك مواقف يعني تعتبر نقيض مواقف الرسمية المغربية، لكن لاحظنا أنه مع مرور الوقت وكأنه هناك تنازل في الموقف الحزب العدالة والتنمية في مقابل المواقف الرسمية، خاصة يعني نتحدث يعني في المواقف يعني الخارجية. يعني أنا أقول لك، شوف، التنازل ليس دائما عيبا،
بالمناسبة. لماذا نسوق على أن التنازل إن كانت فيه مصلحة الأمة وفيه مصلحة البلد وفيه مصلحة الدولة وفيه مصلحة المواطن؟ لماذا نقول هذا؟ أنا أقول لك هذا إن سلمنا بأن هناك تنازل. أنا أقول لك على مبدأ التنازل إن كان فيه مصلحة فهذا من من, 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 من حتى من شرع الله. أنا لا أحب أن أدخل هذه المصطلحات إلى عالم السياسة، حتى هو من من من, من شرع الله. قضية تغيير المواقف، كنتم في وقت تغيير الأوقات، كنتم في وقت طبعا ما كان يبدو يعني لنا، يعني إذا كان كل هذه التنازلات يعني لماذا يعني كل لماذا المعارضة من الأصل؟ لا لا لا، التنازل هو التنازل يكون عن بعض الجزئيات بعض المواقف، أما التنازل عن المبدأ لا تنازل عن المبادئ الكبرى عن المبادئ المؤسسة. هل يمكن أن نتنازل عن المبدأ في أنني نزيه الذمة نظيف اليد غيرتني السياسة لكي أتحول إلى إنسان فاسد أو إلى إنسان تغريه المناصب والتشبث بها وأضرب عرض الحائط كل المبادئ وأضرب عرض الحائط كل القرارات التي جاء بها الحزب؟ هذا ما لا يمكن أن نقبله. أما قضية أن أعرف حينما دخلت إلى الحكومة عدد من المعطيات كانت محجوبة عنا، لم نكن نتصرف، والذي يدخل إلى الحكومة ويعرف ويكون قريبا من دوائر القرار ويعرف إكراهات القرار ويعرف إكراهات تدبير السياسة ويعرف التوازنات كيف تقع، أعتقد أن عقله يتفتح على 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 أمور جديدة. وأنا دائما أمثل قضية الدخول إلى الحكومة ولا المعارضة بـ 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 بالشخص الأعزب. حينما يكون أعزب يكون متحرر، لا يراقبه أحد، لا ينصاع لأحد، لا يقدر، يدخل متى شاء وحيث شاء وكيف شاء ويذهب أين شاء. ولكن حينما يتزوج ويصير له أبناء وأولاد تصبح المسؤولية ثقيلة ويقدر الأمور ولا يقدم على أي شيء إلا بعد أن يمحصه وأن يضرب له ألف حساب. هكذا هي التواجد في الحكومة، في المعارضة تكون الأمور لك تظهر شيء واحد. وأسهل شيء هو أن تعارض، بالمناسبة أسهل شيء هو أن تعارض، أما أن تدبر الشأن العام وأن تساهم فيه بمنطق سليم فأعتقد أن هذا يحتاج إلى حنكة وإلى حكمة كبيرة. بما أنكم وجدتم كل هذه المعطيات التي غيرت يعني من مواقفكم، لا لم تغير من مواقفنا، لم تغير، نحن هم نحن. قلت تعاطي مع بعض الأمور يمكن أن يتغير، يمكن أن يتنازل استنادا إلى معطيات يعني معينة. بما أن وجدتم هذه المعطيات، خلينا نكون صريحين بعض الشيء يعني في نقطة معينة. معروف أنه المملكة المغربية أقامت في وقت من الأوقات علاقات مع الكيان الصهيوني، علاقات يعني تجارية. هل يمكن أن نرى في يوم من الأيام السيد عبد الإله بن كيران يستقبل رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أو يقوم بزيارة إلى تل أبيب؟ هو المملكة المغربية قطعت كل الاتصالات لعلمك في حال إعادتها. لا 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 لا, لا أتصور أنها ستكون هناك مبادرة لإعادتها على الإطلاق، لأن الدولة المغربية الدولة لكل مقال مقام ولكل حدث حديث. والسؤال يجب أن يتوجه به إلى من له يعني اتصال مباشر بالموضوع، لأن الدولة المغربية دائما تستمع إلى نبض الشارع المغربي. حينما خرج الشارع المغربي في مسيرات مليونية يدعم القضية الفلسطينية. يدعم القضية الفلسطينية، وهذا ليس غريب على مكونات المجتمع المغربي برمتها دولة وشعبا وملكا وحكومة. هذه الأمور أصبحت عندنا من المسلمات ومن من القطعيات، فأعتقد أن هذا الأمر لا يمكن أن نجد له مجالا بيننا. وأنا أقول لك أنا أرفض رفضا مطلقا حتى وإن قبل أي أحد هذه العلاقات انطلاقا من مبادئي انطلاقا من قناعاتي، ولي أن أرفض وأن أجهر بهذا الرفض وألا أحاسب بالمناسبة على هذا الرفض، وهذا الحمد لله متاح لنا ألا أحاسب وأن أجهر بإعلان ما يمكن أن يكون حتى سياسة خارجية للدولة، لمن المفروض الحكومة جزء لا يتجزأ من تطبيق هذه السياسة الخارجية. ولكن أنا كبرلماني يمكنني أن ألاحظ على الحكومة وعلى قراراتها وعلى مواقفها، كما أني باعتبار كاتبا وطنيا لمنظمة شبابية يمكن أن أعلن ذات المواقف. نعود إلى الساحة السياسية المغربية، هناك ظاهرة
حزبية متواجدة موجودة في المغرب على غرار بعض الدول العربية الأخرى فيما يتعلق بكثرة الأحزاب، أو أولا كثرة استقالات كوادرها، تفريخ أحزاب أخرى من هذه الأحزاب، إضافة إلى ظاهرة الترحال من حزب آخر. كيف تنظرون إلى هذه الظاهرة؟ لا، وقضية التعددية بالمناسبة يعني. القضية التعددية هي إيجابية جدا. احنا سنة 1958 قضينا مع الحزب الواحد والوحيد بإقرار ظاهرة الحرية العامة في 1958 الذي بموجبه يتاح للجميع أن ينشئ حزبا سياسيا، باستثناء ما يمكن أن نفهم منه أنه على أساس إثني أو عرقي أو مذهبي أو نعم. أو ديني، وهذا ما فصل فيه قانون. لكن ما فائدة الشعب الأحزاب؟ يعني لا طيب، كنقول لك التعددية هي ظاهرة صحية، ولكن أن تصل إلى درجة التفريق فهذا أمر سلبي ويعطي انطباع عن غير سليم على المشهد السياسي. هل إلى درجة التعددية وصلت إلى درجة أن تكون لدينا مثلا 40 حزبا أو 30 أو حتى 20؟ قدرنا هو أن نجتمع في أقطاب حزبية وأقطاب سياسية ثنائية قوية. ما يمكنش الأحزاب الليبرالية فيها 20 حزب ليبرالي، الأحزاب اليسارية فيها 20 حزب يساري، الأحزاب المحافظة تقدر تلقى فيها 10 أحزاب محافظة. لهذه الدرجة ضاق بنا الخلاف لكي نذهب إلى التفريق. فهذا الأمر هذا في الحقيقة هو مدعاة لإعادة النظر في الحياة الحزبية والسياسية، ماشي في المغرب فقط ولكن في باقي الأقطار السياسية. أما ما تفضلت به من قضية الاستقالات، أنا لست أدري ما هي هذه الاستقالات التي تتحدث عنها. هل هي الاستقالات ديال بعض الأشخاص الذين يدخلون كما لهم الحق في الدخول لهم الحق في الخروج في بعض اللحظات، يستقلون من حزب ويدخلون في حزب آخر. يدخلون في حزب، هذه عادة ما تكون بمناسبة كل استحقاقات انتخابية. حزب العدالة والتنمية حدثت استقالات أين؟ في العيون. لا، هذا حزب العدالة وقعت في مناسبة سابقة، هذه تمت قرصنة بعض الأعضاء باستمالتي مع أي حال لست أدري بأي طريقة، وكان التضخيم من العدد بشكل غريب بشكل مهول. والواقع أن ليس هذا الأمر بهذا الحجم، ونحن نقول كما كانت الإنسان الرغبة والاقتناع في أن يدخل إلى حزب معين له كامل الرغبة كما له كامل الحرية في أن يغادر هذا الحزب إن لم يجد ذاته فيه أو إن لم ينحرف هو عن التوجه الذي خطه ورسمه الحزب لنفسه. قلت تكون بمناسبة الاستحقاقات الانتخابية، خصوصا في تشكيل القوائم، أنتم تسمونها القوائم ونحن نسميها اللوائح، اللوائح الانتخابية. عدد من الناس الذين ينخرطون الحزب السياسي، أي حزب، أنا أقول العدالة والتنمية، لا يجدون أنفسهم. احنا بالنسبة إلينا نمارس ديمقراطية حقيقية في تشكيل اللوائح. عدد من الناس ربما تكون لهم طموحات في غير محلها، لكن لا تعتقد يعني ويعتقدون أنهم في سيجدون أنفسهم في هذه اللوائح، هذه الظاهرة فإذا يمكن بهم يمكن ظاهرة ينسحبون. ظاهرة تعدد الأحزاب يعني في عدد من الدول العربية ليس في المغرب فقط، ألا يمكن أن نصفها بأنها ظاهرة استثمار حزبي؟ يعني هناك أشخاص يستثمرون في هذه الأحزاب للحصول على امتيازات معينة يعني من الدولة أو احنا في المغرب ما سواء بمعارضتها أو بموالاتها. في المغرب ما عندناش امتيازات للأحزاب إن كانت على هذه الشكلة. الحزب إن استفاد من مثلا تمويل الدولة لحملته الانتخابية ذلك يقع بمعايير، معايير أن يكون حاصلا على عدد من المقاعد في السابق كما هو معمول به كما يعني. إذن هذه الأحزاب السياسية ما عرفتش هي تضيع الوقت في بعض اللحظات إن كانت أحزاب تأتي بهذا المنطق، لأن لن تجد لها امتدادا في الشارع ولن تجد لها تمويلا من الدولة، ولا يمكن أن تجعل من ذلك الحزب السياسي فوند كوميرس بمعنى أصل تجاري، لأن الواقع يتجاوزها بكثير. قدر هذه الأحزاب السياسية إما أن تتكل في مجموعات وفي تحالفات وفي فيدراليات حزبية، وإما التاريخ كفيل على أن يحكم عليها بالزوال. سيد بقرعين، الوقت يداهمنا، باختصار ما هي الكلمة التي توجهونها للحكومتين الجزائرية والمغربية؟ الحكومتين نعم. الحكومة المغربية أوجه لها نعم. الكلمة دائما في البرلمان يعني وعلى الآخر رئيس تقليل من حدة هذا التوتر القائم بينهم. أتمنى أن
تجتمع الحكومتين كشاب مغربي. شوف تجتمع يعني الحكومتين بغض النظر عن المنصب الذي تتبوأه في حزب العدالة والتنمية. أتمنى من الحكومات المغربية والجزائرية أن تجتمع من أجل أن تسهر على ما فيه مصلحة بلديها وأن تكون في مستوى تطلعات المجتمع في أن تجتمع الحكومتين ورؤساء الحكومتين. وأنا سأبلغ هذا الأمر إلى الأخ رئيس الحكومة، وأعتقد أن من جانبه لديه الاستعداد، وأتمنى من خلال هذا المنبر أن يكون الاستعداد حتى للحكومة الجزائرية، وأن تكون يعني الجلوس على طاولة الحوار بدون أجندات مسبقة ولا بدون قرارات جاهزة من أجل أن يناقشوا ما فيه المصلحة، والمصلحة أكيد في وحدة شعوبها ومصالحها. سيد خالد البقرعي، شكرا جزيلا لكم على حضوركم معنا، شكرا على هذه التوضيحات، ومرحبا بكم أيضا دائما في بلدكم الثاني الجزائر. بارك الله فيك. مشاهدينا الكرام، بهذا وصلنا إلى ختام هذا اللقاء الخاص الذي أجريناه مع السيد خالد البقرعي الكاتب الوطني لشبيبة العدالة والتنمية المغربي، على أمل اللقاء بكم في لقاء آخر. شكرا على المتابعة والسلام عليكم. شكرا.